ما عرفتش اقول لبابا ايه. لا ينفع اكدب عليه ولا ينفع اقوله. المهم عملت ايه؟ مفيش حاجه، كسفت وسكت، وطبعا هو فهم. يوه يا ربي بقى. بصي انت ما ينفعش تفكري بالطريقه دي خالص. وبعدين يا اختي اديكي شايفه البلاوي اللي عماله تتحدث على عمر. وبيني وبينك يا لمار، البلاوي دي برضو يا اختي بتاثر على الراجل شويه وممكن تهزه حبتين. ايوه انا فاهمه ده. عارفه يمكن سفريه شهر العسل دي تفرق معانا شويه. اصل عمر النهارده قعد واتكلم وفضفض معايا وقال ان هو محتاج يبعد. كويس قوي، اهو يبعد يا اختي عن المشاكل، ساعتها بقى اتفرجي على راحه البال والحب اللي على اصوله. ده ابني وانا اللي مربياه، هتشوفي بجد الحب عامل ازاي من عمر. ده عمر النواوي. انا بحبه قوي يا تينا، بحبه جدا، بس خايفه ليكون. اوعي اوعي تكملي، عمر بيحبك بجد. صدقيني انا ما بكدبش عليكي، اصل انا كنت في الاول يعني مش موافقه على الجوازه دي، بس اول عمر ما صمم وقال لي انا بحبها واول مره احب وافقت على طول. امال بيعمل معايا كده ليه بس؟ يا اختي انا افهمك، لما الست تلاقي جوزها كده ولا كده ولا في حاجه كده ولا كده، ضحكه بزرايا يعني عشان يبقى كده زي العجينه في ايديكي. انا بقول يا تينا ان يمكن لسه احنا الاثنين مش واخدين على بعض. مش واخدين على بعض ايه؟ خدوا على بعض يا بنتي. ربنا شال كل الحدود بين الراجل ومراته، نحطها احنا ليه بس؟ اوعدك في شهر العسل. لا شهر عسل ايه ده، من النهارده. تتشقلبي كده في الاوضه، تتشقلبي لحد ما تجيبي لنا البشاره الحلوه. اه هيحصل يا تينا هيحصل الليله.